الفضاء الثلاثي الأبعاد يحتوي غلاف الكرة S2 ذات البعد الثنائي، وبنفس الطريقة نستطيع معالجة غلاف كرة الفضاء الرباعي الأبعاد. هذا الغلاف هو مجموعة النقاط التي تبعد بنفس المسافة عن مركز، لكن لوصف موقع نقطة على هذا الغلاف يجب الآن توفر ثلاثة أعداد، إنه إذن ثلاثي الأبعاد. وبطبيعة الحال فإننا نرمز لهذا الغلاف بS3. إنكم لا تستطيعون مشاهدة هذا الغلاف في الفضاء الرباعي الأبعاد لأن فضاءكم ليس له سوى ثلاثة أبعاد، ولأن الشاشة ليس لها سوى بعدين. إنني لا أستطيع اللجوء إلى خيالكم. حتى يزداد فهمنا لمتعددات الوجوه في البعد الرابع، يمكن أن نتبع الخطوات التي سارت عليها الزواحف لإدراك متعددات الوجوه الثلاثية الأبعاد، وذلك بالنفخ فيها على الكرة ثم إسقاطها مجساميا على المستوي. هنا سنقوم بنفخ متعددات الوجوه حتى نضع وجوهها على الكرة S3 في الفضاء الرباعي الأبعاد، ثم نسقطها مجساميا على فضائنا الثلاثي الأبعاد. سأصعد نحو القطب الشمالي وسأسقط لك ما أراه على فضائك ثلاثي الأبعاد. لا أريد أن أبين لك أين أنا موجود، لكن فكر في حالة الزواحف التي لم تكن ترى هي الأخرى، أحدها عندما صعد فوق مرتفع. نحن في نفس الوضعية تماما. هذا هو البسيط، نحن نرى فعلا رؤوسه الخمسة وأحرفه العشرة. بالتأكيد فإن الأحرف في هذا المشهد أقواس دوائر. هنا أيضا الوضع يشبه تماما حالة متعددات الوجوه الثلاثية الأبعاد التي تم إسقاطها مجساميا على المستوي. هذا هو المكعب الزائدي، نحن نراه جيدا بأحرفه الـ32 ورؤوسه الـ16. الإدراك هنا أسهل مما كان الحال باستخدام طريقة الظل أو تلك التي تستعمل القطع بفضاء ثلاثي الأبعاد. ها هو ذو 24 برؤوسه 24 وأحرفه 96. نشاهد ذا 120 وأخيرا ها هو ذو 600. لنضيف الوجوه الثنائية البعد حتى تكون رؤيتنا أوضح. البسيط بوجوهه المثلثية العشرة. بالتأكيد فإن الوجوه الثنائية البعد أجزاء من سطح الكرة، تماما كما قلنا بخصوص الأحرف التي تمثل أقواس دوائر. البسيط يدور في الفضاء الرباعي الأبعاد قبل أن يسقط مجساميا. تذكر الوضعية التي كنا ندير بها الأرض كما لو كانت كرة وكنا نشاهد حركة القارات، فمن حين لآخر كان أحد الوجوه يمر بقطب الإسقاط، وحينئذ يكون الإسقاط غير منتهٍ. كان هذا الإسقاط يبدو على الشاشة في حالة انفجار. لنلقي نظرة خاطفة على المكعب الزائدي، أنت ترى بأن الفضاء قد جزئ إلى 8 مناطق مكعبة الشكل تمثل الوجوه الثلاثية الأبعاد للمكعب الزائدي. أما الوجوه الثنائية البعد فهي مربعات منتفخة قليلا وملتوية. هناك
24 مربعا من هذا القبيل. ها هو المفضل لدي، إنه ذو 24. تمتع بمشاهدته. ذو 24 هو جوهرة فعلا، 24 رأسا، 96 حرفا، 96 مثلثا، 24 ثمانية وجوه. نحن نرى 8 أحرف تنطلق من كل رأس. ها هو ذو 120، سندرك بنيته بشكل أفضل. تنطلق من كل رأس 4 أحرف. وجوهه الثنائية البعد خماسيات الأضلاع. هناك 720 وجها من هذا القبيل. تترابط هذه الخماسيات الأضلاع البالغ عددها 720 مضلعا من خلال 120 مجسما ذا 12 وجها. تمتع بمنظر كل هذه المجسمات ذات 12 وجها المتواصلة فيما بينها. ألا يثير هذا المشهد الدهشة؟
لنختم بذي الستمائة بوجوهه الثلاثية الأبعاد الستمائة في شكل رباعيات وجوه، ووجوهه المثلثية الألف والمائتين، وأحرفه السبعمائة والعشرين، ورؤوسه المائة والعشرين. صدقني هناك 14,400 تناظر في الفضاء الرباعي الأبعاد التي تحافظ على هذا الكائن. ها نحن قد أنهينا أول اكتشافنا للبعد الرابع. هذا البعد يحتوي على الكثير من الجواهر، وبطبيعة الحال فإن خيال الرياضيين لا ينتهي مع البعد الرابع. هناك البعد الخامس والسادس والبعد النوني وحتى البعد غير المنتهي. ولكل بعد خصوصيته، لكن علينا التنبيه إلى أن البعد الرابع هو أجملها. لماذا؟ ربما يعود السبب في آخر المطاف إلى كونه يتمتع بنوع من الواقعية الفيزيائية. نظرية النسبية لأينشتاين يرجع تاريخها إلى مطلع القرن العشرين، تنص على أن الفضاء والزمن ممتزجان بشكل معين في زمكان، زمن مكان، فضاء رباعي الأبعاد. تسمى كل نقطة من هذا الزمكان حدثا يتميز بموقعه الفضائي X, Y, Z وباللحظة T التي يقع فيها. ولذا فالانشغال بالفيزياء النسبية يتطلب التحكم في الهندسة الرباعية الأبعاد. من المهم أن نلاحظ بأن اكتشاف هذه الهندسة الرباعية الأبعاد سبقت بخمسين سنة اكتشاف النسبية، وهذا تواصل آخر بين الرياضيات والفيزياء، وهو موضوع يعشقه تاريخ العلوم.